بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الأمثال لسليمان الحكيم إصحاح 15. كنا بدأنا إصحاح 15 بالحكمة المشهورة اللي قالها سليمان: الجواب اللين يصرف الغضب، والكلام الموجع يهيج السخط. وقلنا عشان تغلب الغضب في الآخرين وفي نفسك اتعود تقول كلام لين، كلام خفيف وناعم وهادي، الكلام اللي فيه احترام، الكلام اللي فيه تواضع، الكلام اللي فيه اسم ربنا. كل ده جواب لين يصرف الغضب. الإنسان اللي قصادك يبقى منفعل وغضوب، ولو قلت له أنا آسف أو كلمته باحترام تلاقيه كده إيه، الغضب كله نزل منه. وانت نفسك لو عرفت تطلع جواب لين غلبت غضبك. لو انت منفعل وتعودت تقول كلام حلو دايما هتلاقي حتى انفعالك اتظبط. والكلام الموجع يهيج السخط، يعني كلمة اللي بتوجع مش بتشفي، كلمة اللي بتوجع بتغضب اللي قصادك، بتخليه يسخط عليك. طبعا في وقت للكلام الموجع، زي تعبير القديس بولس لتلميذه تيموساوس: وبخ، انتهر، عز بكل أنات وتعليم. لأنه يكون وقت لا يحتملون التعليم الصحيح، فأحيانا يكون الكلام اللي بيوجع مفيد زي الدواء، الدواء المر. لكن عموما الناس ما بتحتملش الكلام الموجع. في العلاقات الناس تحب التشجيع، تحب الكلمة الحلوة، فبلاش كلام يوجع. وعلى فكرة يقولوا دلوقتي في العلوم الإنسانية، التربية وعلم النفس، يقولوا التشجيع يخلي اللي قدامك يعمل أحسن ما عنده، والنقد ساعات يخلي الإنسان اللي قصادك يعمل أسوأ ما عنده. يعني لما تنقد إنسان وتطلعه غلطان على طول يقول ما فيش فايدة، يعند، يستسلم لغلطه. إنما لما تشجع فيه يبقى عاوز يسمع التشجيع ده أكتر فيعمل أحسن ما عنده. فالكلام الموجع يهيج السخط. لسان الحكماء يحسن المعرفة، دول خدناهم المرة اللي فاتت دي مراجعة. وفم الجهال ينبح حماقة. قلنا الحكيم لسانه دايما يطلع معرفة، يطلع فكر مظبوط، يطلع حق، ما يطلعش باطل. أما فم الجهال ينبح حماقة، يعني الجاهل عمال يطلع كلام أحمق، يقول كلام بذيء، يقول كلام غلط، يقول كلام في عدم احترام، فينبح حماقة. يعني كأنه بيشر مية بس مية مش نظيفة، لأن كلمة ينبع منها ينبوع يعني مجرى مية. فالإنسان الروحاني مجرى المية بتاعته عذب. يقول في المزمور: مجاري الأنهار تفرح مدينة الله. بينما الإنسان الجاهل تلاقي مجرى المية بتاعته دايما مش نظيف، محدش يقدر يشرب من المية دي ولا يغسل فيها حاجة، فتبقى المية دي معكرة، مفيش ولا كلمة بتطلع كويسة. في كل مكان عين الرب مراقبتين الطالحين والصالحين. هنا نبتدي بقى. في كل مكان عين الرب مراقبتين الطالحين والصالحين. في وقت الناس بتقول: مال الدنيا اتملت شر ليه؟ هو ربنا مش شايف ولا ايه؟ لا، ربنا شايف. كون ربنا ساكت ده مش معناه انه مش شايف، لا ربنا شايف كويس اوي. ربنا عينيه ما بتتغمضش ابدا، ربنا يشرق شمسه على الابرار وعلى الاشرار. حبقوق يقول له: عيناك اطهر من ان تنظر النور، فلماذا ترى الظلم وتسكت؟ عينيك ما تستحملش تشوف الشر، طب اديك شايفه ساكت ليه؟ وبعدين يقول له: انا هصبر لك بقى، انا هستنى لغايه ما ترد عليه. ورد عليه ربنا حبقوق. فهنا عينين ربنا مراقبتين دي تخلينا على فكرة كلنا
نكتسب مخافة الله. يعني يوسف ابن يعقوب كان عنده المبدأ ده، اتربى عليه من صغره ان عينين ربنا بص. فلما اتربى في بلد بعيدة ما فيهاش اسم ربنا، مصر ساعتها ما تعرفش إله اليهود ده، إله العبرانيين، وبعدين ظروف المكان اللي هو فيه كله شر، والخطية بتتعرض عليه كل يوم وبإلحاح، ومعرض انه يدخل في مشكلة لو لم يخضع للشر. قال الجملة المشهورة بتاعته، قال ايه؟ حاشا لي ان اخطئ الى الله وافعل هذا الشر العظيم. فين الله؟ الله ده عندك في الصحراء عند ابوك يعقوب هناك. لا، ربنا هنا. هنا ازاي؟ اصل ابو يعقوب زمان كان عنده خبرة روحية، لما نام في الصحراء وشاف سلم نازل عليه رب المجد يسوع، صحي قال ايه؟ الحق ان الرب في هذا المكان وانا لم اكن اعلم. فربى ولاده على ان ربنا في كل مكان حتى لو انت مش شايفه بعينك. فالايمان البسيط ده خلى يوسف ده احسن اخواته يوسف، عايش طول العمر حاسس ان ربنا باصص عليه، وباصص عليه بمعناها الحلو، بمعناها انه مش ممكن تحصل له حاجة وحشة، ربنا مسؤول عنه. فلم يفقد رجاءه أبدا أن ربنا يطلعه من السجن، أنه يعمل أنه يخليه يشوف أبو تاني. ليه؟ لأن ربنا شايف. تعبير ربنا شايف ده تعبير جميل. مرة كنت بتكلم مع إنسانة فقيرة قوي في الصعيد عندنا، وكلها أمراض، وكذا حد من عيالها يعني ودتهم سلمتهم للسماء، يعني مجربة بكل أنواع التجارب زي أيوب كده، وهي وشها منور ورايق وحلو، وفي لسانها كلمة واحدة: ربنا شايف وعالم، ربنا شايف وعالم. فرحانة لأن ربنا شايف. إيمانها البسيط بيقول لها بدل شايف يبقى بيعمل الصح، يبقى خلاص أنا هفكر ليه، أعول الهم ليه، هو شايف، مفيش حاجة ما بيشوفهاش. عين الرب مراقبتين، الطالحين والصالحين. هو الإنسان بيغلط ليه؟ لما ينسى الحكاية. يعني مثلا تسمع عن موسى النبي في أول حياته، لما حصل الشكل الخناقة دي بين واحد عبراني وواحد مصري، يقول الكتاب، وقصد موسى النبي يكتبها كده لأن موسى هو اللي كاتب سفر الخروج، قال بص كده وبص كده ومسك الراجل موته. ليه؟ هو بص يمين وشمال عشان يطمن ان محدش شايف، يبقى معناه حصل ايه؟ نسي ان ربنا شايف. يعني كل اللي همه نظرات الناس. اللي بيسرق بيبقى بيعمل ايه؟ بيطمن ان محدش شايف. طب وربنا؟ اللي بيقع في الزنا بيطمن ان محدش شايف. طب وربنا؟ اللي بيعمل مؤامرة كل اللي بيهمه ان محدش يكتشفها. طب وربنا؟ عين الرب مراقبتين، هتروح فين؟ أين أهرب من وجهك؟ من روحك أين أختفي؟ إن صعدت إلى السماوات أنت هناك، فرشت في الهاوية فأنت هناك أيضا، إن أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاصي البحر هناك يدك تهديني. يعني هروح منك فين؟ ما أنت باصص عليه على طول. الإنسان الصالح يفرح بالقاعدة دي. لكل صلواتك حتى اللي في سرك وحتى اللي في غرفتك وحتى اللي محدش في الدنيا خد باله منها، عين الرب مراقبتين. كل عطاياك وتبرعاتك وخدماتك اللي ولا حتى شريك حياتك يعرفها، عين الرب مراقبتين. يبختك. يبقى كل ما صنعته في الخفاء يجازيك عنه علانية، لأن ما فيش ولا حاجة في الخفاء ما شافهاش. والعكس بقى، الإنسان الطالح الشرير يخاف من الآية دي، لأنه كل كلمة بطالة تعطون عنها حسابا، كل عمل الناس ما عرفتش ترصده ولا تشوفه، ده مش معناه أنه إيه اتغطى عليه. اتغطى عليه إزاي؟ اتغطى عليه قدام الناس. يعني داود أخطأ خطية صعبة وغطى على خطيته. لما تخلص من أوريا الحسي اطمن هدي. ليه؟ غطى على العملة السوداء بتاعته. وبعدين
طب عين الرب مراقبتين. ربنا بلغ ناسان النبي أب اعترافه أو أبو الروحي يعني، وراح وبخه إزاي يا داود يا رجل المزامير تنسى القعدة دي، هو أنت فاكر ربنا ده ممكن يعني يعملوا حاجة من وراه؟ إزاي ربنا باصص؟ لو الواحد عاش بالآية دي صدقوني هيصلي كويس وهيبعد عن الشر ويخاف من أي تصرف غلط، لأنه الكتاب يقول أحب الناس الظلمة أكثر من النور. أصل في الظلمة الناس ما تشوفش، طب وربنا عيناك تخترقان الظلام؟ لا ربنا هيشوف الظلم، حتى لو حاجة في الظلمة هيشوفها، مفيش حاجة تستخبى عليه. فالإنسان اللي يعيش في النور خلاص ما يعولش الهم لأن ربنا باصص. طب دي حاجة كويسة، يقول في سفر ملاخي ربنا شايف وبيكتب سفر تذكرة، يعني ربنا يسجل كأنه يعني مجازا بيسجل للإنسان ده أنه اتنازل عن حقه، يسجلها. يمكن الناس ما عرفتش بس ربنا واخد باله. واحد تاني زي أبونا إبراهيم جه على نفسه جامد، ربنا يكتب عنده سفر تذكرة. محدش قدر اللي عمله أبونا إبراهيم لما لوط خد منه الأرض والحال وخد سدوم وعمورة، إنما ربنا سجل عنده لأنه باصص كويس. عينين ربنا دي حاجة مهمة أوي، لأنه عين الرب على الصالحين وأذنيه مصغيتين إلى طلبته في كل مكان. عين الرب مراقبتين الطالحين والصالحين. يحكى في التاريخ، تاريخ الرهبان، أنه راهب قديس زي متوحد، وبعدين امرأة شريرة دفعوها الأشرار أنها تروح لغاية عنده وتسقطه في الشر، وبعدين خبطت عليه وقالت له أنا ملياش حد، وعملت نفسها غلبانة، وهو بدافع الرحمة خاف عليها فزي دخلها القلاية، وبعدين حس بأنها معركة فقال لها طب تعالي في مكان مناسب للخطية، فهي افتكرته خلاص هيقع، لقيته خدها لغاية السوق والناس كلها زحمة وقال لها ده مكان مناسب للخطية. قالت له انت راجل مجنون؟ قال لها مجنون ليه؟ قالت له ده الناس كلها هنا تشوفنا. قال لها وافرض الناس تشوفنا؟ ما يفرقش الناس تشوفنا، ما كده كده ربنا شايفنا. فهي خجلت منه لما قال لها انا عندي اسهل اغلط قدام كل الناس، لكن هغلط قدام ربنا ازاي؟ فالانسان اللي شايف ربنا طبعا ثابت على ايديه واستقامت، لكن هو كان شايف ان عينين ربنا بصة دي اهم من اي عينين في الدنيا. الشخص اللي عاوز كرامة من الناس مش شايف ربنا ومش شايف عينين ربنا، انما اللي عاوز كرامة من ربنا ده مركز في عينين ربنا، فمش فارق معاه نظرات الناس. واحد زي دانيال لما وقف قدام بلشصر، بلشصر ده حفيد نبوخذ نصر، وبلشصر كان انسان مستهتر وكان ملك شاب كده، لكن عنده كبرياء وطلب أواني الهيكل يشرب فيها خمرة. وبعدين قال لدانيال أنا هعمل لك ثالث واحد في المملكة وهديك غنى وهديك عطايا. قال له لتكن عطاياك لنفسك. شوفوا يرد على الملك بجرأة، يا دانيال أنت راجل عجوز وده ممكن يموتك وده ملك، ما يخافش. وقال له وزنت بالموازين فوجدت ناقصا، أحصى الله ملكوتك وأنهى. وقال له كلام صعب شديد. ليه؟ لأن دانيال ما بيخافش. ليه ما بتخافش؟ أنا باصص على عينين ربنا. القديسين زي اللي عينيهم في عينين ربنا طول الوقت، فاللي يبص في وش ربنا أو في عينين ربنا يخاف من الناس إزاي؟ يطلعوا إيه الناس؟ ماذا يصنع به الإنسان؟ الرب ليه معين. عين الرب مراقبتين الطالحين والصالحين. هدوء اللسان شجرة حياة، واعوجاجه سحق في الروح. هدوء اللسان ساعات في الترجمة السبعينية تترجم سلامة اللسان، يعني أو نقاوة اللسان أو اللسان اللي ما يغلطش. شجرة حياة تعبير جميل أوي. يعني إيه شجرة حياة؟ شجرة حياة دي إشارة للمسيح نفسه، إنما مقصود ببساطة إن اللسان الصالح اللي من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح. شجرة مثمرة
ليه؟ واحد تعبان ريحه بكلمتين، دي ثمرة، انك تريح واحد تعبان دي ثمرة. واحد ماشي غلط ارشده او نصحه او حذره، ما دي ثمرة. واحد ما يعرفش يمينه من شماله علمه فعرفه الطريق المستقيم للسماء، دي شجرة حياة تعطي كل حين ثمرها ورقها لا ينتسج. يبقى اللسان بيحدد انت شجرة مثمرة ولا زي شجرة التين ورق كده ومنظر وخلاص. اللسان يقول، اللسان يحدد. لو لسانك حلو تبقى شجرة مثمرة. حلو يعني ايه؟ يعني بيقول كلام مفيد. لا تخرج كلمة من افواهكم الا ما كان صالحا للبنيان. مرة خادم يقول لي انا بروح الدير بقابل حد من الرهبان الشيوخ، بقول له اشمعنى ابونا ده؟ بيقول لي مفيش مرة قعدت معاه الا وخدت منه جملة عشت بيها سنة، وكل جملة من دول فرقت معايا العمر كله. شجرة حياة، يطلع لغاية الدير يقعد 10 دقايق ياخد جملة يعيش بيها، ويرجع له بعد سنة يزوره تاني. ليه؟ بياكل. لأن أبونا ده بيقول كلام حلو بتاع ربنا، وبيقول خلاصة الحياة الروحية، كلمة منفعة، شجرة حياة. بصوا بقى احنا كلامنا تلاقي ايه؟ كلام كتير كتير كتير، تطلع منه بايه في الآخر؟ ايه الفايدة اللي خدوها الناس من كلامك؟ برضو منساش مرة قاعد مع شاب كده، لقيته شاب عاقل وموزون وعلى غير الشباب يعني، فقال لي أصل جده زمان كان بيقول جملة. شوفوا، جده كان بيقول جملة، والجملة دي معلقة معاه ومظبطة يعني، مخليها ماشي كويس. شجرة حياة، يا بختك يا جده إذا كان هذا الجد عرف بجملة يظبط حفيده ويديله حاجة حلوة طول حياته. طب إحنا بنعمل إيه في ولادنا؟ إيه الكلام اللي هيفتكره لنا؟ وأجمل كلام يقوله الإنسان هو كلام ربنا. أجمل كلام هو كلام ربنا. من يتكلم فكأقوال الله. ليه تقعد تقول كلام الدنيا؟ كلام ربنا كلام حلو وكلام كتير وغني، لو ذكرناه كويس في أي قعدة وفي أي موضوع هتعرف تلاقي آية أو تلاقي حكاية. أبسط عظة على فكرة في الدنيا هي آية وحكاية، أبسط عظة، ودي مش ممكن الناس ينسوها. لما تقول آية وتبسطها وتحكي عليها حكاية يطلع ما ينسوهاش أبدا. يعني العظات ما هياش محاضرات، ما هياش معلومات، مش لازم تبقى نقط كده 20 نقطة والواحد يسرح بعد تالت رابع نقطة وخلاص. لا، هي لو آية وحكاية خلاص الحكاية دخلت الدماغ. هدوء اللسان شجرة حياة. وعوجاجه، بصوا التعبير الجميل ده، اعوجاجه، لسان معوج. معوج يعني ايه؟ معوج يعني ملتوي، ده تعبير استخدمه بولس في رسالة فيليبي، قال جيل معوج وملتوي، يعني واحد بيلوي لسانه مع الموقف. يعني نقول كلام وحش يلا نقول، نعمل فيها قديسين نقول كلام كويس، القعدة دي مش عارف فيها ايه نمشي معاها، ده معوج ده، يعني ملوش خط مستقيم، وممكن يكذب، ممكن يشهد بالزور. اعوجاج اللسان سحق في الروح، يعني ايه بقى؟ الحتة دي مفيدة لنا كلنا كناس روحيين. الكلمة اللي تطلع معوجة بتأذيك انت، مش بتأذي الناس بس. يعني تصور ان انت مصلي قداس حلو وحسيت بربنا وخرجت مليان نعمة، وبعدين طلعت وقعت في الإدانة، يحصل ايه؟ سحق في الروح، كأن الشعل اللي جواك دي، ما هو شعلة حصلت كده حرارة روحية، جاء عدو الخير نفخ فيها فطفت. انت طفيت الروح فيك او سحقت روح الله فيك. ليه؟ عشان اللسان اتعوج. ليه كده؟ ايه لزوم تعيف حد ولا تتكلم في حد؟ احنا كلنا خطاه. او طلعت تقول شتيمة او تقول كذبة او تقول رياء او تفتخر بنفسك كبرياء، او كل ده عوجاك في اللسان، سحق في الروح.
لما تلاقوا الواحد عنده فتور وروحه مش حارة، اعرفوا انه غالبا لسانه معوج. عشان كده تلاحظوا الاباء لما واحد يروح لابوه الروحي يقول له عندي فتور، يقول له اظبط لسانك. يقول له ايه العلاقة يا ابوي؟ بقول لك عندي فتور مش عارف اصلي كويس. يقول له روح راقب لسانك، لانك لو ظبطت لسانك من غير ولا كلمة معوجة هتعرف تصلي، هتلاقي الروح القدس يملأك في الصلاة. لكن اول ما اللسان يفلت خلاص كده حصل ايه؟ سحق في الروح. سحق يعني كسر روحي، يعني اتهزمت روحيا، يعني طفيت الروح. عشان كده القديس بولس في تسالونيكي الاولى 5 يقول لا تطفئ الروح، كانك بتطفي الروح لما تقول كلمه بطل. الاحمق يستهين بتاديب ابيه. الاحمق يستهين بتاديب ابيه، اما مراعي التوبيخ فيزكى. هنا اتكلم كتير قبل كده في سفر الأمثال عن التأديب والتوبيخ وأهميته، وقال أكتر من مرة إن الحكيم يقبل التوبيخ ويفرح بيه، والجاهل يتغاظ منه ويرفضه لأنه مش راضي يتعلم. فالأحمق يستهين بتأديب أبيه. في الفكر الروحي اتعلمنا دايما إن كل واحد يبقى له أب روحي، والأب روحي له كذا دور مش دور واحد. أول دور إنه ينقلك أبوة الله. كل أب روحي غرضه الأولاني يوصل لك قد إيه ربنا بيحبك كأب، الحب النقي، الحب المسؤول. يبقى هنا مجرد التمتع بأبونا ده أبويا روحيا، ده إحساس حلو يديك أمان ويديك فرح، ولما تشوفه كأنك شفت ربنا. تاني حاجة في الأبوة، الأبوة فيها إرشاد، إنه ينصحك، إنه يرشدك. كمان الأبوة معها تحذير أو توبيخ، حاسب يا ابني خطر كده غلط. هنا بقى في ناس تحب الأبوة ومفيش مانع من النصيحة بس ما تستحملش التوبيخ. في كاهن يقول لابنه يا ابني أنت فيك شوية كبرياء، يقول له لا أنت مش فاهمني يا ابونا. يا حبيبي أبونا معاك بقاله 10 سنين مش فاهمك؟ لا فاهمك. وزعلان ليه لما يقول لك عندك شوية كبرياء؟ في البستان في أقوال الآباء الأوائل يقولوا حصل الموقف ده في البرية. راهب راح لأبوه الروحي واشتكى، فقال له يا ابني أنا أرى فيك قليل من الكبرياء يحتاج للجهاد. فالابن دافع بشدة إلا الكبرياء ده مش عندي. فقال له وهل هناك كبرياء أعظم من أن يظن الإنسان في نفسه أنه متواضع؟ يعني ده أنت غلبت أي متكبر لما افتكرت أنك أنت متواضع، ده كبرياء يعني بعينه. فهنا الإنسان ما يتصورش أنه مش محتاج توبيخ، لا وماله لما نسمع كلمة جديدة. ربنا يسوع مع تلاميذه المقربين اللي بيحبهم جدا وما رفضهمش أبدا، فمرة قال لهم كلام صعب وبخهم بشدة وقال لهم يا قليل الإيمان، ومرة قال لهم حتى متى أحتملكم، ومرة قال لهم أحتى الآن لا تفهمون، أحتى الآن لا تشعرون. إذن ربنا يسوع له المجد اللي كل كلامه حنان وحب وبخ، بس التلاميذ ما زعلوش وسابوه، لا طبعا بيحبوه فالكلام نفعهم. فهنا بيقول الأحمق يستهين بتأديب أبيه. ربنا كأب قال لقايين كلمة مهمة، قال له حاسب يا قايين عند الباب خطية رابضة إليك اشتياقها وأنت تسود عليه، حاسب. إنما قايين استهان بالكلمة دي، استقل بيها، وبعد ساعات راح موت أخوه. لو كان اعتبر لتوبيخ ربنا أو تحذيره ما كانش وصل للجريمة اللي عملها. أما مراعي التوبيخ فيزكى. عارفين زي إيه؟ زي واحد يسمع وعظة فيلاقي الوعظة إيه؟ ناشفة شوية، يعني فيها كلام توبيخ. وبعدين يقول أنا مش هسمع تاني للوعظ ده لأنه بيوجع قلبي. طب والحقيقة أنت كده مش صح.
هو أنت عاوز الكلام اللي يعجبك ويقول لك أنت كويس، ولا الكلام اللي يفيدك؟ زي مرة قابلت مريض كان عنده كانسر، وبعدين وكان راجل بسيط ودمه خفيف كده، فبقول له بتتعالج يا عم فلان؟ قال لي لا، أنا عملت لنفسي علاج. قلت له ليه؟ قال لي أصل العلاج اللي بيقولوا عليه ده بيوجع، أنا جبت شوية فيتامينات وهخف بالفيتامينات. قلت له عم فلان ما ينفعش، العلاج شديد وبيوجع بس هيجيب فايدة، إنما الفيتامينات في الحالة دي مش هتجيب فايدة، بس هو مش عاوز الحاجة اللي بتوجع. لا، هنا مهم التوبيخ ده هو اللي هيجيب نتيجة. فالواحد بيحتاج في الوعظ إنه يسمع كلمة تعزيه وتفرحه إن ربنا بيحبه، لكن كمان كلمة تفوقه. بنحتاج كده. قديس يوحنا المعمدان كان كلامه توبيخ، ففي ناس كتيرة طلعت وراه وحبت كلامه لأنها عاوزة تتعالج، عاوزة تخف. الفريسيين بقى والكتبة مش طايقين يسمعوه، لأنه مش مستحملين حد يقول لهم أنتوا فيكوا خطيئة. مراعي التوبيخ يزكى، يزكى يعني يتزكى، يجد نعمة، يتقدم روحيا، يتقدم. في بيت الصديق كنز عظيم، وفي دخل الأشرار قدر. يعني إيه؟ يعني في بيت لإنسان مستقيم، كل قرش داخل فيه داخل بأمانة، ما خدش قرش وحش. وفي بيت تاني بتاع واحد حرامي، الفلوس اللي دخلها دخل الأشرار. هنا دخل يعني المرتب، يعني الفلوس اللي دخل على البيت. في دخل الأشرار قدر، محدش يفرح بقرش ما تعبش فيه، لأن القرش اللي ما تعبتش فيه قدر. قدر يعني نكد، يعني غم، يعني مؤذي. القرش اللي يدخل بيتك ما تعبتش فيه يأذيك، إنما القرش اللي تعبت فيه حقك بركة ليك، وبركة الرب تغني. يعني إيه؟ مش لازم يكون قرش كبير، هيكفيك ويشبعك. لكن لو سمحت لنفسك بأن فلوس تدخلك، تدخل بيتك وانت مالكش فيها اي دور، ازاي انت مش خايف من القدر؟ في دخل الاشرار قدر، لكن في بيت الصديق كنز عظيم. الكنز مش لازم يبقى فلوس، الكنز ده بركة، الكنز ده نعمة ربنا. في بيت الصديق المسيح نفسه هو الكنز، بيعرف يصلي والانجيل مفتوح وبيته بيعرف التسبيح والخدمة ده عنده كنز. ده مش لازم يكون بيت غني ولا معمول من الرخام ولا واسع، خلي الواسع للسماء، خلينا في الضيق دي. لكن في ناس النهاردة كل اللي يشغلها عاوزة بيت واسع وشيك. طب والفلوس اللي جبتها دي عشان تدفع بيها ده كله، الفلوس دي شكلها ايه؟ دخلت بأمانة واستقامة وبضمير صالح، ولا دخلت على حساب ناس اتظلمت؟ دخلت ازاي؟ في دخل الأشرار قدرهم. ليه في بيوت كتيرة متقدرة اليومين دول؟ عشان في دخول كتيرة مش نقية. في ناس بقت تعتمد على الفساد اللي في العالم وتستبيح، تستبيح القرش اللي مش نقي ده. ده طبعا مؤذي جدا. شفاه الحكماء تذر معرفة، أما قلب الجهال فليس كذلك. شفاه الحكماء بتنقط كده إيه؟ معرفة، بتطلع كلام مفيد. فلما تقعد وتسمع يبقى انت طالع بفايدة، ومش لازم الكلام يبقى كلام صعب. ربنا يسوع في اسلوبه ما كانش صعب، كان كلامه بسيط جدا وحكاياته سهلة، بس بيقول معرفة مظبوطة، معرفة تغير الدماغ. اما قلب الجهال فليس كذلك. يعني ايه؟ طب ايه علاقة الشفايف بالقلب؟ لا، ما احنا عندنا القاعدة الذهبية اللي قالها المسيح، من فضلة القلب ايه؟ يتكلم اللسان. فاللسان بيقول دايما كلام حكمة، يبقى قلبه نظيف وقلبه حكيم. واللي قلبه كله شر ومكر وخطية هيطلع كلامه لازم ملتوي، مش هتقدر تفصل ده عن ده ابدا. عشان كده اللي عاوز يصلح كمان لسانه بيضطر يصلح قلبه. لما يقول المسيح للمجد أيها الفريس الأعمى، نقي أولا داخل الكأس والصحف. لو الأفكار وحشة هتقعد تقول بقى الكلام الناعم وبس، شوف الأفكار دي صلح قوة.
داخل الكأس والصحف، حينئذ يظهر خارجهما أيضا نقي. ذبيحة الأشرار مكرهة الرب، وصلاة المستقيمين مرضاته. برضو الآية دي مهمة أوي، ذبيحة الأشرار مكرهة الرب. النهاردة في الزمن ده في ناس تمسك الأجبية وتقول ليكن رفع يديك ذبيحة مسائية. طب كويس، حلو أوي إنك بتصلي، عملت إيه طول اليوم؟ كنت بتشتم؟ كنت بتتخانق؟ كنت مؤذي؟ طب وانت فاكر الصلاة دي هتفرح ربنا؟ ذبيحة الأشرار مكرهة الرب. عشان كده المسيح له المجد قال إن قدمت قربانك على المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، اذهب وقدم قربانك. مرة في بداية قداس كده وبنرسم للشمامسة التونية عشان يلبسه، فجي واحد متأخر شوي، فبقول له ما تتأخرش تاني، فقال لي معلش يا ابونا أنا جيت بدري، بس أول ما ابتدينا رفع بخور باكر افتكرت إن أنا الأسبوع ده في واحد يعني كده إيه في العيلة كلامنا كان ناشف مع بعض، وحسيت مش هقدر أصلي، فخرجت عملت له تليفون وفضلت ورا لغاية ما رد عليا واعتذرت له كذا مرة وطمنت إنه مسامحني، وبعدين دخلت عشان ألبس. يا بختك ضميرك صح، ما قدرش يصلي لا يكون في حد زعلان، هو ما كانش زعلان مني، بس قال طب ما الأحسن يكون هو زعلان مني يكون له حاجة عندي، لا أنا صالحه الأول، أنا أقف قدام ربنا. فإن قدمت قربانك على المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، أطرق قربانك واذهب أولا اصطلح مع أخيك ثم تعال وقدم قربانك، لأن ذبيحة الأشرار مكرهة الرب. ربنا لا ينظر إلى الوجوه، يعني إيه؟ يعني ربنا مش بتاع واحد كده يحرك وشه وينفعل انفعالات خارجية، ربنا ينظر إلى القلب. دي اللي قالها ربنا لصمويل النبي لما دخل بيت عم يسى وكان عليه اختار واحد مسيح الرب. فيسى كان فرحان، واحد من عياله هيبقى ملك، فجاب له الكبير الأولاني، فقال له يا صمويل الإنسان ينظر إلى العينين، أما الله فينظر إلى القلب. يعني ما تتخدعش في المنظر ولا بقى إيه التمثيلية، ما هو الولد كان بيمثل بقى أنه ولد كويس وبتاع عشان ياخد الملك، قال له لا القلب مش تمام. فهنا القلب النقي هو اللي يجد نعمة عند ربنا، لما تبقى إنسان تائب تبقى تطلع منك الصلاة مقبولة. عشان كده أجمل صلاة هي صلاة التائب. الشخص اللي واقف قدام ربنا مكسوف ده بيعالج الشر اللي فيه، ده ذبيحته مقبولة. يعني العشار حياته ملخبطة لكن وقف في آخر الكنيسة كده ويخبط على صدره ارحمني يا رب لأني خاطي، هنا دي مش ذبيحة أشرار، ده تائب. فهنا وجد نعمة، مفيش مكرهة الرب هنا، قبل ربنا الصلاة. نزل مبررا. طب والفريسي؟ ده الفريسي بيدوس على حق العشرار، ذبيحة أشرار، فيقول له أنا لست مثل باقي الناس ولا مثل هذا العشار. مكرهة الرب، الصلاة دي كلها ما قبلهاش ربنا. تعالوا نراجع لتكون صلواتنا مش مقبولة. وصلواتنا ممكن تكون مش مقبولة ليه؟ لأن في شر في حياتنا، في شر في حياتنا. لو في شر مش راضين نتوب عنه يبقى الصلاة مكرهة الرب. طب لو في شر بنجاهد فيه، لا دي صلاة التائب، دي حلوة، دي ربنا يقبلها، لأنك بتقول له أنا ضعيف ارحمني يا رب، ساعدني أمشي صح، نفسي بطل الغلط، قويني على نفسي، يبقى هنا مقبولة عند ربنا. صلاة المستقيمين مرضاته. بصوا الصلوات الجميلة بقى اللي جت في الكتاب المقدس، صلوات أبونا إبراهيم مثلا وإسحاق ويعقوب ويوسف، صلوات موسى النبي، صلوات المزامير وداود النبي، صلوات دانيال وعزرا ونحمية، الصلوات المكتوبة دي صلاة المستقيمين مرضاته، ترضيه لأنها صلاة طلعة بصدق. وعلى فكرة الصلاة دي تعمل كتير قوي لما ترضي ربنا. يعني في زمن من الأزمنة اجتمع شخصين يرضوا ربنا، أشعيا النبي
وتلميذه حزقية الملك، وجت أزمة صعبة جدا على شعب يهوذا. سنحاريب ملك أشور بعد جيش ضخم حوالي 200,000 واحد يحصروا أورشليم، ولا يمكن يقدروا عليهم أبدا، بس الاثنين دول بيعرفوا يصلوا، والاثنين دول مستقيمين ملهمش غرض وحش. حزقية بقى يصلي ويبكي، فأشعياء راح بعت له قال له ما تخافش أنا بصلي معاك وصلاتك مقبولة، صلاتك مقبولة، ربنا سمع خلاص. وقبل ما يطلع الملاك المهلك يموت 185,000 كان أشعياء مطمن. ليه؟ لأن صلاة المستقيمين مرضاته. لو احنا مستقيمين أمام الله في كل حياتنا، في لساننا، في علاقتنا، في تصرفاتنا، في التعامل مع الفلوس، كل حاجة في حياتنا مستقيمة، صلواتنا تبقى غالية قوي، طلبة البار تقتدر كثيرا في فعله. مكرهة الرب طريق الشرير، ربنا يكره طريق الشرير. سكة الشر دي مش بتاعته خالص. في ناس بتحاول تعمل الشر وتقول يا رب، لا، ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، لكن الذي يفعل إرادة أبي وتابع البر يحبه. اللي يحب الصح، اللي يمشي ورا الصح يحب ربنا. زي في ناموس الرب إرادته، في ناموسه يلهج نهارا وليلا. تأديب شر لتارك الطريق، تأديب شر لتارك الطريق. برضو أحكي لكم حكاية شاب كده، كان خادم وكان إنسان بيحب الكنيسة والقداسات، وبعدين دخل في الشغل والشغل خده بعد قوي، وقعد 10 سنين بعيد عن ربنا. وبعدين لبس قضية صعبة جدا لا يمكن كان يطلع منها، واتحبس بسببها، وكان هيقضي بقية عمره في الحبس. وبعدين ابتدى يرجع بقى لربنا، وكان يقول تأديب شر لتارك الطريق. يعني ايه؟ ما هو تارك الطريق، هو ترك طريق ربنا، فربنا اداله تأديب. وفي زيارة للسجن مرة قال لي انا بشكر ربنا انه عمل فيا كده، لانه انا كنت رايح جهنم بالسكة اللي انا عملتها، لاني تركت الطريق انا كنت رايح جهنم. العلقة دي، تأديب ده هيرجعني السماء. تأديب شر لتارك الطريق. فالإنسان اللي بيترك الطريق المستقيم لازم يتوقع التأديب، لازم. وإذا كنت بتخاف من التأديب، طب ما تمشي مؤدب أحسن، ما تمشي كويس. احنا بنقول له لا تؤدبني بغضبك، لا تبكتني بسخطك، فترجع للطريق بسرعة. لو في حاجة غلط وانت عارف انها غلط اقلع عنها بسرعة. إن أعصرتك عينك اقلعها، خير لك أن تدخل الحياة أعور من أن تلقى في جهنم النار، ولك عينان. تأديب شر لتارك الطريق. مبغض التوبيخ يموت. تاني فكرة التوبيخ دي، لما ربنا يوبخك بكلمة أو بأزمة اقبل التوبيخ، لا تبغضه. ربنا يوبخك بكلمة أو بأزمة اقبل بقى، اتعلم، وطي راسك، قل له فهمت يا رب، حاضر، ساعدني اتعدل. مبغض التوبيخ يموت. الهاوية والهلاك امام الرب، كم بالحري قلوب بني ادم. ان كانت الهاوية دي اللي الناس ما تعرفش قرارها، ما تعرفش شكلها، ومظلمة وكئيبة، ربنا شايفها وشايف ما فيها وفي كل اعماقها. كان بالحري قلوب بني آدم. يعني إيه؟ ما هو القلب غويط زي الهاوية والهلاك. القلب ده يخزن حب وتقوى وحاجات حلوة، يخزن زبالة من الدنيا. فربنا باصص للقلوب. كتير قوي تقال كلمة فاحص الإيه؟ القلوب والكلها. يعني أعماق الإنسان مكشوفة أمام الله. ربنا باصص على جوه. إذا كان هيشوف نفس الهاوية والهلاك، يبقى بالأولى هيعرف يشوف اللي في قلبك، فمش هتستخبى حاجة منه. وانت تخاف يكون قلبك حتة من الهاوية. ما أصل يقولوا الآباء القلب ده إما حتة من الملكوت أو حتة من الهاوية. يعني قلوب الأشرار فيها ريحة الجحيم، فيها ظلمة الجحيم،
وقلوب الأبرار فيها نور السماء، فيها طعم السماء. عشان كده ربنا يسوع قال لتلاميذه: ها ملكوت الله داخلكم. يعني من دلوقتي الملكوت يبقى فيكم. انت لما تعيش تحب ربنا وتحب الناس، تحس ان في نور جواك، فيك سلام، فيك فرح، فيك بساطة، فتحس كأنه قلبك ده ملكوت وربنا جواه. والعكس لما تبعد بقى وتتملي كراهية وتتملي شهوات وتتملي غضب، تبقى حاسس ان جواك جحيم لا يطاق، وتبقى مش مستحمل روحك زي اللي مش مستحملين الجحيم دلوقتي. فإذا قلوب البشر هي مكشوفة أمام الله مثل الهاوية والهلاك. المستهزئ لا يحب موبخه. في واحد كل ما يسمع كلام وعظة أو كلام إرشاد أو كلام حكمة يقلبها تريقة، يسخر، يستهين ويستهزئ. ودي على فكرة منتشرة في الجيل ده بين الشباب وأهليهم. لما الكبار يتكلموا الأهالي تلاقوا الشباب يستهزئوا يسخروا. طبعا خطأ على الشباب أنه يستهين بتوبيخ أو بتعليقات والديه، وكمان خطأ ساعات على الوالدين يكونوا غير حكماء وطول الوقت كده إيه أوامر ونواهي ونصايح، برضو كل شيء باعتدال كويس. المستهزئ لا يحب موبخه، إلى الحكماء لا يذهب. إذن من يذهب للحكماء هو حكيم، يعني طالب الحكمة هو بذاته حكيم، لأنه رايح بيقول يعلموني، انصحوني، ارشدوني، أنا مش عارف. عشان كده في آية تقول المسير الحكماء حكيم. لكن إلى الحكماء لا يذهب، ده على المستهزئ. في إنسان واخد حياته كلها استهزاء وضحك وفرفشة كده ومش عاوز يتعلم، الحكاية ما تمشيش كده، ابن العمر قصير، ويلحقت تاخد العمر ده في اتجاه السماء راح منك. فالموضوع مش عاوز كله ضحك كده وخلاص. المستهزئ لا يذهب إلى الحكيم، يعني ما يحترمش كلام الحكماء، ولا يسأل ولا يتعظ ولا يتعلم. القلب الفرحان يجعل الوجه طلقا، كلمة جميلة. القلب الفرحان يخلي الوش مريح، الوش مرتاح، الوش مبتسم. عشان كده يقولوا الوداعة، الوداعة اللي في المسيح، قلت تعلموا مني لأني وديع. ورا منها إيه بقى؟ وإيه؟ ومتواضع القلب. قلب المتواضع يجعل الوجه وديع واللسان وديع والتصرف وديع. الوداعة هي التعبير الخارجي عن نقاوة القلب وتواضع القلب. فالقلب الفرحان يجعل الوجه طلق. بص على إنسان فرحان بربنا، بيشكر على طول وعنده فضيلة قناعة وراضي ومسلم حياته كده لربنا متكل عليه، قلبه فرحان. بص في وشه تلاقي وشه هادي، ما تلاقيش العكرة وما تلاقيش الكآبة بتاعت وشوش تانية. المخ مش راضي يسكت والقلب عمال يغلي. فعشان تعدل وشك لمؤاخذة يعني ظبط قلبك الأول. القلب الفرحان يجعل الوجه طلقا. عشان كده المسيح الحقيقي يبان من وشه. طب دي مرتبطة يعني بالجمال؟ لا، مرتبطة بسن ولا براجل ولا بست ولا لا، دي مرتبطة بالقلب. القلب الحلو الفرحان يخلي الوش أيا كان عمره أو سنه طلقا، يعني بشوش، في سلام، مريح. عشان كده قيل في كتب الآباء الرهبان إن واحد كان قاعد معاهم بنطونيوس ضمن الرهبان وكلهم بيسألوا فرحانين قوي، وبعدين وصل له قال له: يا ابني انت مالكش سؤال يعني؟ قال له: يكفيني ايه النظر الى وجهك يا ابي. ايه ده يعني؟ ليه يعني؟ لان وش انبا انطونيوس مليان نعمة. ليه؟ عشان قلبه فرحان بربنا، قلبه لا في شهوات ولا في غضب ولا في كراهية ولا بيخاف من حاجة ولا عاوز حاجة. القلب الفرحان يجعل الوجه طلقا. طب ازاي الواحد يفرح قلبه؟ فرح قلبك بربنا، لأن مفيش حاجة في الدنيا تجيب فرح، لا الفلوس بتجيب فرح ولا المراكز ولا الغنى ولا الصيت ولا الكرامة ولا
الأكل ولا الحاجات دي تجيب مغص ما تجيبش فرح. إنما الفرح الحقيقي إنك تقرب من رب، لأن إلهنا مفرح، يقول يثبت فرحي فيكم، يعني ربنا مصدر كل فرح، ثمر الروح فرح. لما تتملي بروح الله تلاقي نفسك فرحان، تقرأ الإنجيل كويس تفرح، وجد كلامك فأكلت كان كلامك لي للفرح، تحب الناس وتخدمهم تلاقي نفسك فرحان، تدي بسخاء تلاقي نفسك فرحان، تسامح وتتنازل تلاقي نفسك فرحان، تتكل على ربنا وتسيب حياتك كلها في إيده كده وما تعولش الهم تلاقي نفسك فرحان. إذن القلب الفرحان مش بس عطية، لا هو وصية، افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا، فرح قلبك بربنا. الفرح اختيار مش الفرح ظروف، انت بتختار تبقى فرحان، فبتقول انا عارف افرح ازاي، انا هاكل الانجيل اكل هفرح، هصلي كويس هفرح، هخدم الناس واعمل خير كتير هفرح. القلب الفرحان يجعل الوجه طلقا، وبحزن القلب تنسحق الروح. العكس بقى، الوش الكئيب ده معطل نعمة ربنا. ربنا يسوع ما يحبش على فكرة الوش العابس. تفتكروها من لوقا 24 لما تلميذاه عمواس طلعوا هربانين، فقام المسيح لو المجد مشي معاهم وهم مش عارفينه، قال لهم ما بالكما عابسين، ليه وشكوا عامل كده؟ فكأن ربنا ما يحبش حد من ولاده يبقى مكشر ويبقى مكتئب. ليه يا ابني عامل وشك كده؟ ده السماء مستنياك، ده الدنيا كلها تحت رجليك، ده ربنا كله مشغول بيك، مش مفروض تتضايق مهما حصل. فهنا بحزن القلب تنسحق الروح. ساعات تتاخد بالمعنى الإيجابي، انك لو عرفت طريق حزن التوبة قلبك ينضف، فيرجع بعد حزن التوبة يدخل الفرح. يعني ايه؟ طوبى للحزانة الآن لأنهم يتعزون. لما تكون الدنيا مكركبة جوه دي عاوزة حزن مقدس الأول، عاوزة مطنيات، سجود، دموع، توبة صادقة، وبعدها تطلع تلاقي وشك رايق وقلبك رايق. قلب الفهيم يطلب معرفة، وفم الجهال يرعى حماقة. قلب الحكيم دايما بيدور على حكمة يتعلم، والعكس قلب الجاهل وفمه دايما يرعى الحماقات. كل أيام الحزين شقية، أما طيب القلب فوليمة دائمة. أيام الحزين شقية يعني إيه؟ ما زي ما الفرح اختيار، في واحد حزين بإرادته، في أسباب للحزن، ما نقدرش نلغي أنه طول ما احنا عايشين على الأرض كثيرة هي أحزان الصديقين، لكن الاستسلام للحزن خطير. الاستسلام للحزن ده إرادتك أنت بقى، كونك تزعل شوية ده غصب عنك، بس قاوم الحزن بالرجاء، بالشكر، بعمل المحبة، بانتظار السماء، بالتمتع بكلام الله، يبقى بتغلب الحزن بالفرح. لكن تستسلم تبقى كل أيامك كئيبة، تبقى حكمت على نفسك أنك عايش دائما شقي أو حزين. طب ليه كده؟ لا، طب أيوب شاف أيام صعبة لكن عاش بعدها 120 سنة فرحان، وعدت أيام الحزن. ليه؟ لأنه طلع منه بالرجاء وبالصلاة وبالتوبة. ما تسيبش أيامك تهرب منك، ما تسيبش الحزن يغلبك، اغلب الحزن بكلمة ربنا وبالرجاء. طيب القلب وليمة دائمة، وليمة دائمة بتترجم عيد على طول، عيد مستمر. تتصوروا بقى واحد عايش في يوم عيد على طول. كان عندنا راجل كبير كده بيصلي معنا دايما يوم الحد، راح السماء من كام سنة. كان يجي يوم الحد بدري قوي قبل ما يوصل الكاهن القداس، وتلاقي وشه مبسوط قوي، ازيك يا عمو فلان، انا مبسوط انك فرحان، يقول لي ما انا فرحان عشان النهاردة الحد. كان فكر مظبوط جدا على فكرة، فكر مسيحي مظبوط. ليه؟ يوم الحد احتفال قيامة المسيح، كل حد كده، فهو كان يستنى الحد ويفرح. انما احنا ساعات ما مش عارفين السبت من الحد من الاثنين من كتر الزحمة، لكن لا، هو يجي ببساطة يقول لك النهاردة الحد، من يوم السبت بعد الظهر هو مبسوط. ليه؟ بكرة الحد.
يعني ايه بكره الحد؟ اه مش بكره المسيح قام، بكره حط اسمنا في السماء، بكره كلنا هنموت ونقوم معاه كمان. فيبقى فرحان قوي بالحد عشان داخل يرتل في القداس، هذا هو اليوم اللي ايه الذي صنعه الرب فلنفرح ولنبتهج فيه. فيبقى الانسان بيختار انه يبقى فرحان. طيب القلب وليمة دائمة، انسان عنده عايش في عيد على طول، كل ايامه عيد. ليه؟ هو ربنا معاه على طول. طب ما احنا صلاة باكر بتفكرنا بالقيامة، ما هي باكر دي معانا كل يوم، يبقى فرحة القيامة معانا كل يوم. صلاة التالتة بتفكرنا بالروح القدس اللي ساكن فينا، طب ما الروح القدس فينا على طول، يبقى سر الفرح مستمر على طول، يبقى احنا عايشين في عيد على طول. الانسان الروحاني عارف يفرح بربنا مش بالدنيا، ويغلب احزانه بالفرح الروحي، يقاوم الحزن ويخلي الناس تشوف وشه رايق عشان قلبه رايق. فالناس لما تشوف الوش الرايق تقول بس يبقى المسيح حلو، لانه خلي الناس بتوعه رايقين وفرحانين. لالهنا كل مجد وكرامه الى